بالبيبان is a frequent problem in gynecology. ممكن يكون acute أو cyclic أو chronic. نبدأ بالacute. Sudden and honest pain. There are several important gynecological and non-gynecological causes of acute pain. ممكن يكون مثلا a needle accident such as a rupture of torch, or torsion of ovarian cyst أو pelvic infection وغيرها. في الأمور الثانية كمان ممكن النون كانيكولوجيك مثلا يكون جاس انتستنال كونديشن مثلا مثل الابندسايتس أو الجينيتو يورينري زي بروبلم زي السيستايت. نيكست شوف الكرونيك. الكرونيك كمان ان كل ريبروتكتيف اند نون ريبروتكتيف اورجان ريليت بالبيبان ممكن يكون كمان برايمري اسايكليك وبيستمر لمدة تقريبا 6 أشهر أو أكثر. نيكست موضوعنا اللي هو الدسمينوريا. الموست كومن تايب للسايكليك بلفيك بين هو الدسمينوريا. الدسمينوريا is painful menstruation with absence of pain generally between menstrual periods. ممكن انه يكون برايمري او سكندري. البرايمري هو ادوبيسك يعني انه ما في له سبب معين. السكندري بيكون related to organic pelvic disease. طبعا بخصوص التايبيكال ايج رينج للالفرنس فور برايمري دسمينوريا ما بين 17 to 22 years. بينما السكندري ديسمينوريا يكون بالعاده بالاولدر وومن يعني فوق ال 30 سنه. نشوف تعريف البرايمري ديسمينوريا. ريفير تو ريكورنت اكرام باللور ابدومن بين راديات تو ذا ثاي اند لور باك. بالعاده تكون للور باك اكثر. وذ نوزيا فوميتنج دياريا وبيحدث خلال مثل ما حكينا المنستريشن لما يكون في in the absence of pelvic pathology. انه اصلا اذا كان في pelvic pathology نفكر بالسكندري راح نحكي عنه بعد شوي. طبعا الاعراض بالعاده تبدا ساعات قبل ما يكون قبل اونس للمنستريشن وتستمر من يوم لثلاث ايام. نيكست الفيتشرز للبرايمري ديسمينوريا. الانيشال اونست انه 90% من هاي الاعراض تظهر خلال اول سنتين من المينار. ديوريشن اوف عن تايب اوف ذا بين حكينا انه الدسمينوريا بيبدا ساعات قبل ما تبدا عمليه المنستريشن وتستمر من يومين لثلاث ايام. وحكينا انه البين تسكرايب از كرامب لايك اند يوجوالي سبرنجست اوفر ذا لور ابدومين. ممكن كمان راديت للباك اور انر ثاي. الاسوشيتد سيمبتومز ممكن يكون كمان نوزيا فوميتنج فاتيك دياريا هيدك. والبلفيك اكزامينشن راح يكون نورمال فايندنج. طبيعي انه يكون نورمال فايندنج لانه حكينا انه بالبرايمري ما بيكون ادوباثيك ما بيكون في باثولوجي يعني يعني احمد ايش شو سبب البرايمري هاد؟ برايمري راح نحكي عنه بعد شوي. ان البرايمري هو مش باثولوجي او شيء هو بالعاده بيكون ادوباثيك بسبب انه بزيد نسبه البروستاجلاندين بطريقة معينة راح يعمل هذا البيض راح نحكي عنه بعد شوي. تمام. Next slide. هذا هو الإثيولوجي للبرايمري ديسمينوريا. إنه بالعادة attributed to uterine contraction with ischemia والبروتكشن للبروستاجلاندين. طبعا هم عرفوا إنه البروستاجلاندين له علاقة لما أخذوا مستر فلويد وومن كانت مصابة يعني عند هذا الديسوردر ولقوا إنه نسبة البروستاجلاندين كانت أكثر من الطبيعي. بس الصور اللي بعدها عشان نشوف عليها. نشوف الصورة اللي هون. بنلاحظ الكوربس لوتم لما يصير بعد ما يصير ovulation بس ما يصير fertilization ولا يصير pregnancy الكوربس لوتم هون يصير لها regression. هذا الاشي بيقلل من البروجسترون. لما يقلل البروجسترون راح يعمل لنا necrosis أو spasm للspiral arteriosus. هذا الاشي راح طبعا راح يصير بمستوى اللو بس انه راح يزيد البروستاجلاندين. البروستاجلاندين لما يزيد راح يزيد الميو ماتيريال كونتراكشن. لما يزيد راح انه يضغط على البلد فلو على اليوترين ارتر وراح يعمل لنا اسكيميا. بعدين راح يصير عندنا بشعر البين الالم. طبعا هذا البين بالعاده بيكون انه اليوترين اكتيفيتي بيزيد يصير عندنا يوترين اسكيميا والسنسيشن للنير terminal of prostaglandin until endoprolapse. Next slide. شوف التريتمنت. التريتمنت أول شيء نبلش بال يعني أحمد بدي أسألك سؤال هيك يعني تفضل.
سؤال سؤال غريب. تفضل. بكرة إن شاء الله أنت هيك بدك تتجوز، تتجوز ولا ما بدك تتجوز؟ لا إن شاء الله هتجوز. ماشي، إجت الحج الوالدة أعطتك خيارات، تمام، كم من بنت؟ وطبعا هي يعني بتكون مفصفصة، كل واحد مفصفصة موصلة بالأسئلة للدسمنورية. تمام أوكي، قالت لك تمام. هم تنتين، واحدة بيجيها برايمري دسمنورية، تمام، يكون معها يعني مشكلتها انه برايمري دسمنورية، والثانية بالنسبة لها السايكل بيلس، ما في اي وجع، مين انت راح تفضل من هاي النقطة يعني؟ بغض النظر عن باقي النقاط، راح افضل اللي عندها برايمري دسمنوريا او اللي ما عندها اي الم؟ راح افضل اللي عندها دسمنوريا. كيف ظل السؤال؟ سؤال حلو. راح افضل الدسمنوريا، انه بفكر انه ممكن يعني بما انه شعرت هي بالالم معناها دليل على انه بصير عندها اوفرييشن. فانه لما يكون في عندها ايفالويشن معناتها عندها البروجسترون، ديفرس بروجسترون بتشكل عندها سبايرال اتريوز وبعدين هيك يعني. بس اللي بتكون مثلا انه ما بتحس باي الم، ممكن بالاصل ما يكون في بروجسترون تشكل عندها وما بصير عندها ايفالويشن، ممكن هيك. ايوه تمام، فهو ريليتد للاوفيوليشن، كل ما كانت السايكل اوفيولاتري كل ما اعطتنا ايش برايمري دسمنورية أو سبازمودك دسمنورية أو الفيسيولوجيكال دسمنورية، لها أكثر من اسم، فهي ريليتد للأوفيوليشن بالعكس من الأنوفيولاتري سايكل. أوكي، كونوا بيلس منستروشن، وهذا يعني كمان بفيدك يعني كمان إذا بدك تاخذ infertility history تعرف إنه عندها cause of ovulatory cause or not ovulatory cause، ممكن تسألها indirectly عن الدسمنورية البرايمري دسمنورية إذا كان في عندها برايمري دسمنورية أو لا. تمام، فهو يعني يعزى الموضوع للأوفيوليشن مينلي أو من البروستاغلاندين وتطلع نتيجة البروجستيرون. أوكي، بس يعني برضو دير بالك ما يكونش عندها بي ام اس، إنه هو نفس الكوز بيسوي لك بي ام اس راح تتعبك بعدين. كم تقريبا انت راح نبلش بالان اس ايت اللي بتتضمن الايبوبروفين والنابروفين، which act as a cox inhibitor decreasing prostaglandin production by enzyme inhibition. طبعا لاحظوا انه راح تكون فعاليته اكثر يعني بخفف الالم اكثر الان اس ايت اذا بلش، اذا اعطيناه يعني من قبل يومين لثلاث ايام من ما يبلش المثل الفلو. طبعا يوجد السبب هون انه الان اس ايت هو بقلل إنتاج البروستاغلاندين، فإحنا لازم نحاول أن نعطيها قبل ما يتشكل البروستاغلاندين عندها، لأنه إذا كان البروستاغلاندين متشكل وعندها كميات إنه الأنسيد ما راح يفيدنا، لكن الأفضل إنه نعطيه قبل نصف له إنه قبل ما يصير البروستاغلاندين يتشكل. كمان الهرمون الكونترسبتيف ممكن كمان باتش أو ترانسفيجنال بقلل كمان النصف له ثبط الأوفاليشن. next slide. If the patient ما استجاب يعني للهرمون الكونسبتيف أو الان اس اس، هيك حابب تفكر انه ما عندها البرايمري دسمنوري، راح تفكر انه ممكن يكون كوزز باثولوجيكال ثانيه اللي راح تكون هي سكندري دسمنوري اللي راح نحكي عنها هسه. نكست سلايد. السكندري دسمنوريا انه تشرب بين فول بيريود ذات هاف ديفلوبت اوفر تايم اند يوجوالي هاف ا سكندري كوز. الميكانيزم للبين بيعتمد على الكوزز اللي راح نحكي عنها كمان بعد شوي، وهن most cases is not well understood. It's not limited to the maintenance، يعني هون بتختلف عن البرايمري، and can occur up two weeks before as well as up to a week after the maintenance. In addition, secondary dysmenorrhea is less related to the first day of flow. كما
ما مثل ما حكينا انها هي بتكون اكثر بالاولدر وومن، يعني بعمر ال 30 وال 40، بتكون كمان اسوشيتد with other symptoms الفيرتلتي او abnormal uterine bleeding. طبعا تكون بالعمر اكبر لانه الاسباب اللي بتسببها هي بتحتاج اصلا لعمر حتى تتشكل، يعني راح نحكي عنها بعد شوي. نيكست سلايد. الكوز الاول اللي هو الاندومتريوسيس، ان البين اكستند تو بريمنسترال او بوست منسترال فاز او ميبي كونتينوس، ماي اولسو هاف ديب ديسبرونيا وبريمنسترال سبوتينج او فيكست ريتروفيرتد يوتيرس، كمان تندر بلفيك نوديولز، وعادة تحدث يعني بين عمر 20 أو 30 سنة. الأدينوموسيس أو فيبرة عند فيبرة تيومر اليوترس هون بكون is generally symmetrical and large and maybe اللي تندر هو dysmenorrhea is associated with adult pelvic dragging sensation hypermenorrhea and dyspareunia may be present. Pelvic inflammation initially pain may be menstrual but often with his cycle it extend into the premenstrual phase. طبعا هم هذول الأسباب اللي أصلا هنا أمراض لحالهم، يعني أخذناها بالمحاضرات كيف نميزهم بالإكزامينيشن. وكمان بالنسبة للتريتمنت للسكند دستنوريا إنه كل كوزز حسب يعني حسب الكوز يكون التريتمنت. نيكست سلايد. الانفستيجيشن طبعا بناء على الكوزز، يعني من خلال الهيستوري انت تقدر وين وين الكوز ممكن يكون، بناء عليه بتاخذ الانفستيجيشن. يعني على سبيل المثال اذا فكرت بالاندومتريوسيس بتفكر هون باللابسكوبي، بتفكر بالام ار اي، بتفكر بالاترا ساوند. اذا كان مثلا تشك انه ولا انفكشن او انفلاميشن تشوف هون مثلا سي بي سي، السواب، الكالتشرز. بالنسبه للدياجنوستيك اللابسكوبي بيرفورم تو انفستيجيت سكندري ديسمينوري مثل ما حكينا، وهاي هي انه متى انه لما يكون هيستوري سجست اندومتريوسيس وين سميز عند التراسانس كان ار نورمال، بس انه الاعراض تكون موجوده. طبعا لازم اللابسكوبي يتحدد انه هنا الريسك بتاعتها واحتمالاتها ممكن تكون موجوده. نيكست. بس ثانك يو. اوكي يعطيك العافيه. الله. مرحبا دكتور. اهلا يا رغد. يا رغد. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. والله الفيسبوك يعني معلق عندي، مش قادر افتح اصلا حتى افتح الرابط، بس بعثوا لي على الواتساب حتى قدرت ادخل، واللي هو هاي كله مش راضي يدخل اصلا. الحق على الفيسبوك. والله. طيب. تمام هيك؟ إن شاء الله. تمام. يلا يا مصطفى. مصطفى بطاينة. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. صوتي واضح؟ والله بالنسبة لي واضح. راح نحكي عن الموضوع الثاني بالسيمينار اللي هو الديسبارونيا. نيكست. نيكست. تمام. الديسبارونيا اول شيء هي عباره عن سيمتوم، هي مش ديزيز، هي عباره عن سيمتوم لعده يعني عده كونديشنز او مجموعه من الديزيزز. فعشان هيك لازم تاخذ ويل هيستوري اند فيزيكال اكزامينشن وانفستيجيشنز حتى تعرف شو السبب بالضبط للديسبارونيا. فزي هيك الديسبارونيا كتعريف هي عباره عن persistent او recurrent genital pain that occurs just before during or after intercourse. فهي كأي pain أهم شيء تسأل عن duration, location وال nature of the pain هي عشان تحدد شو cause of the pain. Next. تمام. هسا ال classification وال causes. ال dyspareunia بقسموها إلى two types اللي هي organic dyspareunia وال psychological. الأورجانيك راح نركز إحنا أكثر على الأورجانيك لأنه الأورجانيك هي اللي بتهمنا أكثر من السايكولوجيكال. الأورجانيك ديسبارونيا تقسم لقسمين، سوبرفيشيال ديسبارونيا وديب. السوبرفيشيال برضه تقسم إلى قسمين اللي هي سوبرفيشيال ويذ إنتري أو ميد فاجينال. السايكولوجيكال ديسبارونيا تقسم إلى قسمين اللي هي إنترا بيرسونال وإنتر بيرسونال، راح نحكي عنهم لبعدين. نيكست.
تمام. اول شيء راح نبلش بالسوبرفيشال ديسبارونيا اللي هي وذ انتري. في عندنا عده اسباب لها، اللي هي اول وحده الفالفودينيا، ان الفاجينيزموس انفلاميشن انفكشن او سكن ديس اوردرز، ممكن كونجينيتال كونديشنز زي الفاجينال اتريزيا، فاجينال سيبتم او بارشل امبرفوريت هايمن، تايت انترويتس، وفالفر ليجن زي الفالفر انترايبيثيليال نيوبلازم. نيكست. أول شيء راح نحكي عن الفالفودينيا. الفالفودينيا هي عبارة عن كتعريف هي عبارة عن valvar pain at least 3 months duration without a clearly identifiable cause. طبعا الفالفودينيا تقسم إلى قسمين، vestibulodynia and generalized valvodynia. الفستيبولودينيا اللي هي بتكون localized بس بالفستيبول، اللي هو الفستيبول عبارة عن جزء من الفالفا، هسه راح نفرجيك إياها بالصورة. فالفستيبولودينيا طبعا كانوا يسموها قبل اللي هي فالفر فستيبولايتس، هي ذا موست كومون سب تايب من الفالفودينيا وبتأفكت البريمينوبوزال وومن. طبعا البين كيف، الاهم شيء نعرف الكاركتر تبع البين اللي هو بيكون لوكالايزد بس بال اللي هو الفستيبول، وبيرنينج او كاتينج تايب اوف بين بيكون بروفوكت وذ اتمت للبينتريشن and last for hours يعني after sexual intercourse. Next. تمام. هسه ال possible causes إله، في inflammatory زي subclinical human papilloma virus أو chronic recurrent زي candidiasis أو vaginosis، muscular زي chronic hypertonic muscles، نيورال زي نيورالجيا وفستيبرال نيورال هايبربليزيا، يورينري زي كالسيوم اوكسالات كريستلز نيورين. طبعا على البلفيك اكزامينيشن راح تلاحظ ان في بريشر تندرنس لوكالايزد وذين الفستيبولار ريجن، بكون في فستيبولار ارثيما اوف فاريس ديجريز، هسه راح نشوفها بالصوره اللي هي الارثيما، اند اليوزج اوف ذا كوتن سواب تيست راح نحكي عنه بعدين، والفاجينال بي اتش اند الفاجينال كلتشر واليورينالايسيس. نيكست. طبعا هاي الصوره الفستيبول اللي هو اللي هو الجزء اللونه بينكش بيكون بالنص، هذا هو اللي بيكون بيكون فيه inflammation. طبعا هون الصورة بتحكي انه pain severity not related to the degree of inflammation degree of erythema، فممكن يكون عنده severe erythema بس انه يكون عنده mild pain زي بالpatient 1، او الpatient 3 ممكن يكون عنده minimal erythema بس يكون عندها severe pain. next. استنى والله يا مصطفى، لا يعطيني الهوست انا. بلكن اخذنا غياب بعد شوي. يلا كمل. النوع الثاني اللي هو من الفالفودينيا حكينا اول واحد اللي هو الفستيبولودينيا، النوع الثاني اللي هو جنرالايزد فالفودينيا، كان previously known as dysesthetic فالفودينيا. طبعا هذا عكس الفستيبولودينيا، بيكون widespread pain بيكون throughout the vulvar region where there is no physical explanation، بيكون unprovoked مش زي الفستيبولو كان provoked by penetration. طبعا may be felt beyond the confines of vulvar vestibule. طبعا seen mainly بالpremenopausal and postmenopausal women، هناك كان بالpremenopausal women. next. هسه causes تبعت generalized vulvodynia، هسه في عنا theories بتحكي انه الجنراليزد فالفودينيا هو عبارة عن الكوز تبع كرونيك بين سيندروم ريليتد للهايبر سنسيتيف نيرفز، بس ممكن يكون واحد من هاي الاسباب اللي هي بكون في عندك ستريتشد انفلامد نيرفز ان ذا فالفر اريا اللي هو البيودندال نيرف انترابمنت، تريجر بوينتس وير ذير ار بروليفريتنج او سنسيتايزنج نيرف اندينجز ان ذا سكن، previous vulvar skin condition surgery او childbirth resulting in scarring او another injury، ممكن hormonal changes causing vulvar dryness خاصة during المنوبوز،
previous inflammatory disorders زي الهيربس سيمبلكس أو الهيربس زوستر و emotional stress. Next. The treatment options في عنا عدة خيارات. عنا local anesthetics زي lidocaine ointment, medications, steroids, tricyclic antidepressants can help lessen chronic pain. ممكن antihistamines to reduce itching. Pelvic floor therapy. Many women with vulvodynia have tension in the muscles, خاصة the pubococcygeus muscle of the pelvic floor, which supports the uterus, bladder, and bowel. Exercises, بسموها الكيجل exercises, تعمل relaxation لهذه المسل can help relieve the pain. Nerve blocks, women who have long standing, إذا ما جاوبت معنا على هاي الأدوية ممكن نعطيها nerve blocks. Surgery in cases of localized vulvodynia or vestibulodynia, ممكن نعمل surgery نشيل الجزء اللي هو اللي في البين. Next. تمام. هسه اللي هو الكوز الثاني، احنا حكينا انه اول كوز السوبرفيشال وذ انتري اللي هو الفالفودينيا، الثاني اللي هو الفاجينيزموس. Involuntary هو عبارة عن involuntary vaginal muscle spasm that usually triggered by anxiety or stress, which makes any kind of vaginal penetration painful or impossible. طبعا ال primary muscle اللي بتكون included اللي هي the pubococcygeus. Treatment في عنا psychological اللي هو لأنه هو أصلا سببه يعني mainly هو بيكون anxiety أو stress يعني له علاقة بالpsychological، فmainly treatment بيكون psychological relaxing techniques, anxiolytics and antidepressants. ممكن physical Kegel exercises and lubricants و neuromodulators. Next. هسه ال superficial dyspareunia اللي هو القسم الثاني احنا حكينا with entry. هسه ال mid vaginal عندنا اسبابه inadequate lubrication اللي هو caused by drop in estrogen levels خاصة بعد المنبوز او child birth او breast feeding. Surgical scars اللي هي بكون repaired laceration during vaginal delivery. Urethral diverticulum هنحكي عنها هسه. Infections أو vaginal cancers squamous cell carcinoma and adenocarcinoma. Urethral diverticulum بكون عبارة عن outpouching in the urethra. بصير فيه collection of urine فبضغط على anterior vaginal wall فبيعمل لي pain. Most often هو بالميد أو بالديستال urethra. Next. الديب ديسبارونيا عندنا اول كوز لها اللي هو الاندومتريوسيس. هو الاندومتريوسيس اللي هو بيكون افكت اليوترو فاجينال سيبتم او اليوترو ساكرال ليجامنتس وبكون اسوشيتد وذ بلفيك بين سكندري ديسمنوريا كرونيك لور باك او ابدومينال بين ديسبارونيا انفيرتيليتي يورينري سيمتوم زي ديسيوريا يورينري ارجنسي فريكوانسي. كوز ثاني اللي هو الانترستيشيال سيستيتس كرونيك انفلاماتوري كونديشن اوف ذا سبميكوزال اند ماسكولار لايرز اوف ذا بلادر تكون كاركترايزد باي فريكونسي وارجنسي وبلفيك بين. نيكست. ممكن يكون نيو بلازمز زي الليوميوما اللي هي الفايبرويدز خاصه اذا كان لوكيتد ات لور ليفلز باليوترس او سيرفيكال كانسر او بوليب بلفيك مانجنسز زي الفيرين ليجنز او كونكت تيشو نيو بلازمز. Uterine disease زي uterine prolapse, pelvic inflammatory disease أو irritable bowel syndrome and inflammatory bowel disease. فأي شيء بالبلفس ممكن يعمل لنا البين. Next. هسا حكينا التايب الثاني اللي هو psychological، الكوز الثاني psychological dyspareunia. هسا disturbance هنا إذا بدك تشخص psychological لازم تعمل exclusion لل لازم تعمل اكسكلوجن للاورجانيك كوزز اللي حكيناهم هسه. فكوزد اكسكلوسيفلي باي فالفودينيا او لاك اوف لوبريكيشن نوت بيتر اكاونتد باي انذر منتال ديسوردرز اند نوت ديو تو ذا دايركت فيزيولوجيكال افكت اوف ا سبستنس او جنرال ميديكال كونديشن. فبهاي الحاله ممكن تشخص سايكولوجيكال ديسبارونيا. الوحيد اللي ممكن حكينا ترتبط مع السايكولوجيكال اللي هي الفاجينيزموس، أحيانا ممكن يكون لها اللي هو psychological causes. التايبس عندنا two types اللي هي intrapersonal و interpersonal.
الانترابيرسونال اللي هو بكون لها علاقة بالست نفسها، بتكون fear of pain, guilt, feeling shame, misinformation, previous traumatic experience, say sexual abuse, ignorance of sexual anatomy and physiology, fear of pregnancy and anxiety and depression. بينما التايب الثاني بيكون interpersonal، له علاقة بالبارتنر، ممكن يكون في relationship problems أو pain as an unconscious fear of anger, unconscious fear أو anger in the relationship, providing an excuse to avoid intercourse أو stress during intercourse. Next. تمام. على history examination شو ممكن نسأل شو ممكن نشوف. Next. الهيستوري هو كأي بين بدك تسأل سوكراتيز، رح تبلش أول شيء بالسايت حتى تعرف هو superficial أو deep. الأونست أوف بين بدك تسأل هل هو بيفور أو مع الانتري أو زي ما حكينا متفاجينال أو ديب أو آفتر، ممكن يخليك تعرف شو الكوز. كونتينيوس أو انترميتنت، هل في بروريتك، هل هو بروريتك بيرنينج أو ايكينج انكواليتي، هل هو لايف لونج، يعني هل انه من اول مره صار معها بين ولا انه اول مره كان طبيعي بعدين صار معها بين اللي هو بسموه السكندري، هل هو ريديشن للباك او الليجز ممكن يكون سبب اوفيريان، ار ذير فاجينال سيمتومز زي الديسشارج بيرنينج او ويتشنج تو اكسكلود الانفكشن، بريفيوس هيستوري اوف ذس كونديشن اند اتس رياكشن، is it situational أو positional. situational ممكن يكون associated مع شيء psychological أكثر، بينما positional ممكن مع يعني organic أو anatomical. history of HSV أو STD أو PID. next. ممكن تسأل كمان عن ال periods. is she still having periods؟ if yes بدك تسأل عن ال last menstrual period عشان تعرف انه المونوبوز، يعني is the patient experiencing vaginal dryness with flashes او menstrual disturbance، كلها عبارة عن symptoms للمونوبوز، has the dyspareunia followed childbirth، history of sexual abuse, rape or trauma to the genitals including childbirth, a relational menstrual cycle غالبا بالendometriosis بكون معها cyclic pain، is there post-coital bleeding برضو ممكن يدل على ال PID أو الاندوميتريوسيس، obstetric history, laceration, episiotomies أو trauma, prior gynecological diagnosis زي الاندوميتريوسيس, fibroids أو chronic pelvic pain, أو if there is any medical أو psychiatric illnesses. next. تمام. على examination أول شيء بتبلش inspection، بدك look at the external and internal pelvic area for signs of dryness, inflammation أو infection, anatomical problems, genital warts, scarring, abnormal masses, endometriosis, signs of endometriosis أو tenderness. هسا the internal examination will require a speculum, a device used to view the vagina during a pap test. Your doctor also may use a cotton swab. The cotton swab اللي حكينا عنها اللي هي هيها زي اللي بالصورة، بيستخدموها to apply slight pressure، زي بيضغط على مناطق معينة بالفالفا وبسأل المريضة إنه هل هو البين نفسه اللي بيجيكي ولا لا. This will help to determine the يعني specific location of the pain. Next. تمام. على البالبيشن بدنا نعمل باي مانوال بلفيك اكزامينيشن تو لوك فور تندرنس، بكون ممكن جنرالايزد تندرنس اند سيرفيكال اكسايتيشن ادينكسيال تندرنس، ممكن يكون بدنا نحدد اذا يونيلاترال او بايلاترال تندرنس، تندرنس ان ذا باوتش اوف دوغلاس برضه هذا بدل ممكن عن اندومتريوسيس، ممكن نشوف ماسز بالبيشن اوف بارثولين اند بيريريثرال جلاندز، بي في اكزامينيشن اللي هو digital examination, insertion of a single digit into the vagina may elicit vaginismus, deeper insertion, digital examination may trigger a mid-vaginal pain seen with interstitial cystitis, ممكن يدلنا يعني انه cause interstitial cystitis او congenital anomalies او radiation therapy, following radiation therapy. Next.
نعم الانفستيجيشنز بعد ما عمل الاكزامينيشن ممكن يو ريكويست بلفيك التراساوند او اكس راي اند ام ار اي كلتشر تيست تو تشيك فور بكتيريا ويست انفكشن يورين تيست الرجي تيست لابروسكوبي اند كونسلنج تو ديترماين ذا بريزنس اوف ايموشنال كوزز. نيكست تريتمنت اوف ديسبرونيا غالبا هو ما في تريتمنت يعني حسب الكوز كل شو حسب شو الكوز كل كوز له تريتمنت معين اذا انفكشنز مثلا ممكن انتي مايكروبيال ميديكيشنز اندوميتريوسيس ممكن ميديكيشنز او سيرجري اذا كان عندها سوتشرز او سكارز ريموفال لهي السوتشرز اند انجكشن اوف لوكال انستيزيا اذا عندها بين ديو تو بوست منوبوزال او فاجينال دراينس ممكن تستخدم تروبيكال استروجين. طبعا don't forget to relieve the symptoms while treating the underlying cause بتعطيها NSAIDs و opioids. If the cause of dyspareunia can psychological, counseling should be performed. Next. تمام هيك أنا خلصت. Thank you. Thank you for not sleeping. ليش إذا هو بنعس موضوعك يعني؟ دكتور من 8:30 صاحيين. 8:30 بس ما سألناك شو سألت؟ أسألك سؤال غريب بيك نفس ليش يا ساتر normal intercourse should be painful. Normal intercourse المفروض لا ليش مش عارف صراحة. What do you think دكتور؟ دكتور ممكن انه during normal intercourse يكون في يعني distension الفاجينا فمفروض ما يكون في pain وما دام ما في وما في دراينس المفروض يكون ما في بين بس اذا كان في دراينس يعني صار له انفكشن وما في ديستنشن يدل على البلفيك باثولوجي او فاجينال باثولوجي بالمره يعني ما في بين يعني بالمره واذا كان في سبازم بالمسلز بيصير عنده بين او نشوف الرافعين ايدهم اسهل. دكتور ممكن كمان يعني على بدايات الانتركورس برضو ممكن يكون في عندها بين يعني لأنه برضو زي ما حكى حمزة إنه ما رح يكون في عندنا ديستنشن للفاجينا بس بعدين إنه العادة بصير طبيعي. طيب أنسام أنا نفس الشيء بتوقع بيكون في بين بعدين بصير عادي يكون في بين يعني انت لو بكون بأول واحد بالفيرست انتركورس بيكون في بين لا مو شرط دكتور بالفيرست يعني لحد ما يصير في عنا فاجينال ديستنشن يعني الها بالكتاب مكتوب انه جزء السكشوال ادوكيشن انه مش مفروض يكون بينفول انه اذا كان في بين لازم تروح على جاينيكولوجيست عشان تشيك فما بعرف اذا نورمال المفروض يكون في بين لانه يعني اذا نورمال الكتاب كان حكى انه نورمال طيب في حد عنده راي ثاني ممكن يكون انه فرضا انه بيعتمد على الفيميل نفسها اذا كانت ريلاكست او لا ممكن يأثر يعني سايكولوجيكال يعني ممكن يعني ايش يعني نورمال انه يعني تكون ان بين وشاوتينج دور الانتركورس دكتور ليه انا حسب طبيعه الانتركورس كمان دكتور نورمالي هو اذا كانت ريلاكس دكتور والراوز فانه نورمالي ما يصير معها اما اذا لا ما يعني فرضا ما يبدا احكيها ما عمل اراوز لها ممكن يصير عندها فرضا بالبنتريشن بين دكتور هو بيعتمد على الباجاين السكريشن أكثر شيء إذا كان في بين في الأورما
يعني ما هو دراينس يعني صار في عندنا باثولوجيكال كونديشن دخلنا بالديسبروني. انا بنحكي عن نورمال، النورمال كونديشن نورمال، ما في شيء باثولوجيكال. نورمال اماونت اوف لابريكانت عندها، ما في عندها ليجن باثولوجيكال ليجن. شد شيء في بين الديورينج انتركورس. دكتور انا بعرف انها مش بين، يعني مش بينهم. طيب عمر رضوان حكيت ولا بدك تحكي ولا؟ لا هو نفس ما قال دكتور، يعني اول مره ممكن تكون يعني، بس بعد هيك المفروض انه رير اللي تكون تتعرض للبين، بس اذا كان كرونيك ما بيكونش نورمال بين يعني، فلازم يكون في مراجعه للطبيب. يعني هذا يعني رسج لكم يعني، سواء كان للشباب او للصبايا. الانتركورس should not be painful. ما مش لازم تشعر بانها هاوس او اني بين during intercourse. اوكي، والمقولات اللي بتسمعوها انه الهايمن perforation is very painful. Intercourse is painful. هذا should not be painful. Okay. هو كل related to the sexual arousal and orgasm. كل هاي بيكون نتيجة الأورجازم اللي بيصير عندها. Otherwise إنه تحس بأني local pain. إذا حست بأني local pain genital birth, but this is something should not be, this is abnormal. Okay. هو يعني بس من المحاضرة أو من السمينار اللي قدمته يعني واضح إنه أي يعني الدسبرونا هو بين فجور الانتركورس، فأي إشي في وجع رح نسميه دسبرونا، otherwise ما لازم تحس في بين بالجنسال سيستم أو بالبيرث كانال. أوكي. Who's next؟ أنا دكتور بالله next باي. بلش دكتور. مديان. مديان. غلط. راح نكمل في الفالفولار اتشينج نيكست والله يا لؤي. اول شيء بدنا نعرف ايش هي الفالفا. الفالفا عباره عن الاوتر بارت اوف ذا فيميل جينيتاليا انكلود الاوبننج زي ما احنا شايفين في الصوره، اوبننج اوف ذا فاجينا، الليبيا ماجورا، الليبيا مينورا والكليتوريس. فاي اتشينج في اي منطقه من هذول المناطق بنسميه فالفولار اتشينج. هو موضوعنا نيكست والله. فالفالفولار اتشينج هو عبارة عن تينجلينج أو إريتيشن of any part of the vulva with a desire to scratch. هو عبارة عن symptom مش condition، بيجي مع different causes و conditions هنحكي عنهم. و 95% من ال women بيجي معها fungal، راح نحكي كمان ليش. next والله. طبعا في عنا ال causes ممكن نصنفهم ل skin diseases, infectious و others. سكين راح نشرحهم أكثر مثل لايكن سكليروسيس، لايكن بلانس، وإنفكشوس إما سيكشوال ترانزميتد أو بكتيريال أو فنجل، وممكن في عنا أذر زي ستريس ودي أم وغيره. نيكست والله. أول إشي راح نحكي عن الفاجينال كانديدياسيس. هي الموست كومون كوز للفالفولار إتشينج. حوالي 75% من الومن have at least one episode of vaginal vaginal candidiasis، وممكن 40-45% يكون اكثر من مره، مرتين او اكثر ابيسود. طبعا الموست كومن كانديدا البيكنز اللي بتسبب من 85-90%. وفي عندنا ريسك فاكتورز مثل الدي ام للاو سي بي والانتي بايوتيك يوز والاميون كومبريشن. هذول كلهم بيساعدوا انه يصير في عندي فاجينال كانديدياسيس. في عندنا اذر تايبس للكانديدا مثل الكانديدا الجلابراتا والتروبيكاليس، بس الكانديدا البيكنسي الموست كومن. نيكست والله.
تمام البريزنتيشن بيجينا بايتشنج وايريتيشن بالفاجينا والفالفا ممكن بيرنينج سنسيشن سبيشالي ديورينج الانتركورس وممكن يجينا تجينا بريدنس وسويلينج اوف ذا فالفا فاجينال بين وسورنس وفاجينال راش اهم شيء الكوتيد تشيز اللي هو الثيك وايت ديسشارج راح نشوف له صوره هسه واخر شيء ممكن تجينا بوتري فاجينال برضو ديسشارج نيكست هاي عندنا الكوتيد تشيز زي ما احنا شايفين هون زي عباره اللي هي الوايتش ديسشارج بيكون ثيك هي هون على الصوره الشمال فوق الصوره اليمين نفس الشيء نيكست تمام بالنسبه للدياجنوستس اما ويت ماونت بريبريشن بشوف عندنا بادنج ييست وسيدو هايف 50-70% من الكيسز اذا نيجاتيف ممكن استخدم الكلتشر بالنسبه للتريتمنت بستخدم اول شيء توبيكال ازول في حال سيفير كيسز بعطيه اورال اخر شيء اذا ما اذا كان ريزيستنت للازول ممكن استخدم البوريك اسيد نيكست والله تمام الترايكومونياسيس طبعا هو سيكشوال ترانسميتد ديزيز كوز تبعه باي ايش البوريك اسيد يا هو زي انتيسيبتيك دكتور لانه مش ما قدر الازول ما قدرنا نجح ان نستخدم له انتيسيبتيك هو انتيسيبتيك هيك قرات عنه مش عارف كيف تستخدم هذا البرك الأسد؟ ما عندي علم بس هو انتيسيبتيك بستخدمه توبيكالي مش يعني مكان الايتشنج هلا الكانديدياسيس بحدث ب باسيدك ولا الكلام بجانا لا دكتور الكانديدا باسيدك اما بشكل عام الاذر انفكشن ممكن يكونوا بالكالاين مش اسيد طيب يعني هو بكون اوريدي اسيدك ليش بدك تحط بريك اسيد هو انتيسيبتيك مش انتي اسيد مش عارف هو غريبة اول مره بسمعها مفروض دور لنا اياها طلع لنا اياها ليش نستخدم هو يعني معروف الكانديدا بعيش بالاسيدك ميديا اوريدي راح تكون الفاجينا اسيدك تمام هسه اذا بدك اسيدفاينج ايجنت هو هذا البرك اسيد بيستخدمه اسيدفاينج ايجنت يعني بزيد الاسيد بتاعت الفاجينا واي ما هو اوريدي بيكون اسيدك صح صح فبدك تتاكد لنا منها وين وين مصدر المعلومه جايبها البوريك اسيد والله شفتها من اكثر من مش ذاكر صراحه شفتها من هاكر اند مور او لاني شفت من مصدرين هاكر اند مور وكابلن صراحه بس بشوفها بتاكد منها دكتور واشيلها اذا ما في شيء طيب كمل طيب الترايكومونياسيس هو سيكشوالي ترانسميتد ديزيز ترايكومونس فاجينالس هو عبارة عن بروتوزوا الفلاجيليت 20% بيجونا اسيمتوماتيك كارير ممكن يجونا بفاول سميلينج وفروثي فاجينال ديسشارج على الفاجينال اكزامينيشن بشوف ستروبري ابييرنس وبابلي ديسشارج دياجنوستس عندي بالويت ماونت بشوف بير شيبد تروفيزويد زي ما احنا شايفين في الصورة والتريتمنت عندي ميترانديزول وكونه سيكشوال ترانسميتد ديزيز بعالج البارتنر هاي الصوره للستروبري ابييرنس نيكست تمام هسه الجينيتال واردز عباره عن الكود تبعهم هو الاتش بي في اللي هي من بابلوما فايروس مينلي بيكونوا تايب 6 و11 والبيك انسيدنس عندنا من 15 ل 25 سنه بيكونوا سوفت سايل و varicose
فيريكس ليجنز يعني بيكونوا سوفت وبيكونوا على البيز ما لهم ستالك وبكونوا مالتي فوكال واسيمتوماتيك ممكن، واذا صار عندنا سيمتومز بيجونا بايتشنج وبيرنينج بليدنج وبين ممكن. طبعا هو هاي الكونتاجيوس اكثر من 75%، والدياجنوستس عندي مينلي بيكون كلينيكالي. نيكست بالنسبه للتريتمنت هو ريموفال. كيف؟ ممكن إما سايتوتوكسيك أو كيراتوليتيك ايجنتس، إما سيرجيكال، ممكن كريوثيرابي وليزر، وممكن كمان اميون ميديوليترز اللي هم الانترفيرون. نيكست. تمام، هسا بدنا نحكي عن السكيبيز. والكوز تبعه هو السايكوبت سكيبي اي، هو عبارة عن مايت يجوا اللي بيكون بالديرتي اوفر كراودد ارياز. بيجي اكثر شيء نكتورنال الايتشنج معه، والدياجنوستس بيكون عن طريق الكاركترستيك والديستريبيوشن. فمينلي بيكون بشوف البروز تاعون المايتس بالهاندز والريست والويب سبيس والجينيتاليا، وممكن اشوف بليسترز معه. تمام، التريتمنت جود ووش وهايجين، وممكن استخدم اعمل سيريلايزيشن وبويلينج للكلودس، وممكن استخدم السوليوشن اللي هو اكريسايد السوليوشن. نيكست. هاي الصوره عندنا الجينيتاليا في زي بليسترز. نيكست. تمام، اللايكن سكليروسيس. اللايكن سكليروسيس هو عباره عن اوتو اميون ديسوردر، ممكن يكون سببه جينيتيك هرمونال وانفكشوس فاكتورز. ممكن اشوفه افكت البوت سكس وول ارياز اوف ذا بودي، ممكن اشوفه على الجينيتاليا، واتس مور كومن ان وومن مانيفيستينج موست كومنلي اون ذا فالف. طبعا بشوفه باني ايج، بس اكثر شيء بشوفه التايمز اللي بيكون فيه لو استروجين ليفل، اللي هم البري بورتيال جيرز والمينوبوزال وومن. نيكست. تمام، بيجونا بكومبلينينج للفالفولار ايتشينج اور اريتيشن، وممكن يكونوا اسيمتوماتيك. على الفيزيكال اكزامينيشن بشوف اتروفيك او هايبو بيجمنتد تو وايت اوفن اتروفيك ليجن بلاك اسوشييتد وذ بروريتس اند بين ذات ريزلت in genital scarring and adhesion. البلاك بتكون distributed على الفالفا والبرينيال بودي والبرينيال سكين. نيكست. تمام، هسه هون نتيجة ال scratching راح يصير في عنا اتروفي للسكين، بس عنا بصير في thickening للسكين، بيعمل ماسك للإشي هذا، فبشوفها هو زي thickening للسكين، بس المفروض انه صار في عنا اتروفي، بس thickening صار عندنا زي ماسك كاستجابة. As the disease progresses, the symptoms may shift from pruritus to pain. ممكن يصير عندنا dyspareunia وdysuria and pain of, with the bowel movement, which can be associated with late physical finding of purpura, erosions, resorption of the labia minora and fusion of the clitoral hood. الدياجنوسيس اما بايوبسي، بستخدم البايوبسي بشوف هايبر كيراتوسيس واتروفيك ابيديرمس زي ما حكينا. نيكست. تمام، ممكن اشوف معه اذر اوتو اميون ديزيز، بدور مثل الفيتيلايجو والبرنيشيس انيميا. من 2 ل 5% ممكن يصير في عندنا فالفولار سكويمس سيل كارسينوما، والتريتمنت كونه اميون اوتو اميون ديزيز ممكن استخدم له الكورتيكوستيرويدز. Essential components of managing valvular lichen sclerosis include controlling the symptoms. فمعمل minimize the scratching will preventing or detecting early إذا في صار في عندنا malignancy. Next. تمام. Lichen planus برضه هو autoimmune disease. هو the most common chronic erosive valvular dermatosis. مينلي بصيب عندنا الميوكاس ميمبرينز في الجسم، بشوف في الفاجينا الكونجكتيفا واليوريثرا والانس، وممكن بالكوتينيوس سكين والسكالب والنيلز.
تكون بوست مينوبوزال، بشوفه بالبوست مينلي بالبوست مينوبوزال وومن، وممكن اشوف بالاعمار الاقل بس نسبته قليله، فاكثر شيء بشوفه بالبوست مينوبوزال وومن. طبعا التيبيكال برزنتيشن بيجينا بفالفو فاجينال بين اور بروفايتس، ممكن يجينا بتسبارونيا. نيكست. تمام، بالاكزامينيشن حكينا بصيب عندنا الميوكوزا، فبدور اهم شيء عندي الاورال بالبكال ميوكوزا، ممكن اشوف معاه manifested by erosive reticulate stria، بسميها وخم stria، هيها في الصوره تحت يعني يمين تحت، الوخم stria اشوفها بالبكال ميوكوزا، ممكن اشوفها مع اللاكن بلانس، فبالاكزامينيشن بدور عليها. طبعا التريتمنت عندي هون ستيرويد برضه كونه autoimmune disease. next. تمام، اللايكن سيمبلكس كورنيكاس هو عبارة عن كرونيك اكزاميتاس انفلاميشن بيجي ببلاك كرييتد باي ريبيتد رابينج اور سكراتشينج ذا سكين ريسبونس تو ذا سنسيشن اوف بروريتس. في عندنا شيء اسمه الاتش سكراتش سايكل، اللي هو بضله يعمل اتش سكراتش عشان فيل عشان يصير في عنده ريليف وفيل بلاجر، فبضل في عنده اتش سكراتش. شو التريتمنت عندنا هنا؟ برضه ستيرويد كريم او لوشن مثل البيتا ميثاسون، وين بستخدمه؟ على ابلايد على الافكتد اريا، يعني مين يكون كريم توبيكال. نيكست. هاي البلاك زيه بيشبه السورياسيس، حنشوفها لقدام، الوحيدين اللي بيجوا ببلاك. نيكست. السورياسيس هو كرونيك مالتي فاكتوريال انفلاماتوري ديزيز انفولف هايبر بروفليشن اوف ذا كيراتينوسايت ان ذا ابيديرمس، انكريز ان ذا ابيديرمال سيل تيرن اوفر ريت، ريزلتنج بصير في عندنا ويل ديماركيتد اريثماتوس بلاك وذ سيلفري سكيل، هنشوفها في الصوره، ايدنتيفاينج كلاسيك ليجن اوف ذا psoriasis elsewhere and full body skin examination can focus differential diagnosis. وtypical location إلو بشوف في الإلبو والني والسكالب والنيلز. next شوف الصورة. هاي هيك بيجينا زي ما حكينا well demarcated erythematous black وكون silver scale. next. التريتمنت هون ممكن استخدم كورتيكوستيرويد ونون بيولوجيكال سيستميك تريتمنت ومثل الميثوتريكسات والسايكلوسبورين، ميكروتينويك اسيد ممكن استخدم شو اسمه these agents also regard first line treatment for the psoriatic erythematosus. ما بستخدم اورال كونتراسبتيف هون لانه بخاف انه يصير في عندي فلير اب للسورياسيس اذا صار عندي discontinuation. next. الكومبليكيشن اوف اني اوف ان اتشي فالفا ممكن يصير في عندنا سايكولوجيكال ديستريس وسليبلسنس، سكراتش انجري ممكن لما يصير في عندنا انجري للسكن تليد للبين وسكندري بكتيريال انفكشن، هذول المينلي كومبليكيشنز. next. تمام، دايجنوستيك ايفالويشن هسه ممكن اعمل اكزامينيشن اذا صار في عندي اذا صار في عندي itching ممكن اشوف اذا في systemic disease زي ما حكينا قبل او generalized skin condition. cervical cytology colposcopic examination متى بستخدمهم؟ اذا pre-malignant او اذا صرت افكر اذا malignancy. البيوبسي متى بستخدمها؟ في عندي برضو indications مثلا اذا اعطيته treatment وما تحسن، إذا شكيت بمالجنسي أو إذا الكلينيكال إكزامينيشن ما ساعدك على الدياجنوسيس ممكن أستخدم بيوبسيس. تمام، الآخر إشي الإنجوانيا الليمف نود برضو كمان إذا صار عندي فالفر كانسر ممكن أفحصهم للإنجوانيا الليمف نود. نيكس. هاي ملخص اللي حكيناه، إشي جديد. نيكس. هنا بس ممكن اقسم الايتشنج لاكيوت وكرونيك. الاكيوت بفكر دائما معها في الانفكشن، في الكرونيك لا ديرماتيك كوز بيكون، حكينا شوي منها وبس هيك خلصنا. نيكست.
ماشي يا مديان، شو الترامسلون يا مديان؟ ايش هو دكتور؟ ما سمعت. ترامسلون مش ستيرويد؟ ستيرويد يس. ليش ما حكيت هذا السلايد؟ مش عارف اذا حكيت اولا، بس انا كاتبه ذاكره. ستيرويد بنستخدمه باللايكن سيمبليكس كورنيكس صح؟ لكن ستيرويد نعم، بس ما حكيت. يس اي ام سنه دون. طيب خليكم موجودين، انا بدي اخذ غياب. في واحد طالع صلوا من البدايه، وين وين اسل؟ نعم دكتور. يزن؟ نعم دكتور. ديالة؟ نعم دكتور. أحمد؟ نعم دكتور. زيد؟ نعم دكتور. حمزة؟ بتول؟ نعم موجودة. رغد؟ نعم. رهف؟ نعم. دعاء؟ نعم دكتور. صهيب؟ نعم دكتور.